هذا التنصيب كما تعلمون كلكم واكب وتزامن مع استدعاء الهيئة الناخبة الوطنية، مما كان على اللجنة يعني الأخذ بسلسلة من الإجراءات طبقا للقوانين، ورغم أقول الصعوبات المرتبطة بحدث تنصيب اللجنة، فإن اللجنة استطعت أن تحضر يعني بعض المساندات القانونية، منها النظام الداخلي، كما تم أيضا تنصيب لجنتين هامتين، اللجنة المكلفة بإعداد القوائم الانتخابية وتنصيب الامتدادات المحلية للسلطة الوطنية في الداخل وفي الخارج، واللجنة المكلفة بعلاقات مع الإعلام